استقبل فخامة الرئيس راضي خبيروف رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية. وقد أعرب فخامة الرئيس راضي خبيروف عن تقديره لعلاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما تشهده من تطور ونماء في مختلف المجالات، مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين في البلدين لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون. وكلف فخامة الرئيس راضي خبيروف سعادة وزير الخارجية بنقل تحيات فخامته إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، متمنيا لمملكة البحرين دوام التطور والنماء. من جانبه أعرب سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني عن سعادته بزيارة روسيا الاتحادية للمشاركة في منتدى سانت بيترسبرغ الاقتصادي الدولي، مشيدا بعمق العلاقات الصداقة المتميزة والتعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، مؤكدا اهتمام وحرص مملكة البحرين على تعزيز تلك العلاقات التي تشهد تطورا متزايدا على كافة الأصعدة.